عندنا مركز بوابة الجامعة هو متخصص في اللغات بشكل عام وخصوصا باللغة الإنجليزية. عندنا تقريبا 10 لغات بنعلم فيها قراءة، كتابة، محادثة، استماع، جميع مهارات اللغة. تطلع من عندنا ان شاء الله انه امورك تمام في اللغة اللي انت بتختارها. طبعا شو اللي بيميز جيو جيت عن اي مركز ثاني؟ احنا مركزنا في عندنا اول شيء نظام تأجيل، مثلا مسموح لك تحافظ على دورتك من شهر لسنة، بتقدر مثلا تسافر، صار معك مثلا حالة مرضية لا سمح الله، بحال انه انت توقف شوي عادي بتقدر تجمد دورتك من شهر لسنه. بالاضافه كمان انه انت في اي ليفل ما استفدت منه بتقدر تعيده كامل على حساب المركز، وطبعا اعلى جوده باقل الاسعار. وانت بتقدر تتاكد كيف تقدر تيجي على المركز وتحضر دوره مجانيه باي وقت، محاضره او محاضرتين، عشان انت تتاكد من الجوده اللي احنا نعطيها. طبعا الاسعار عندنا بتتراوح تقريبا من 100 ل 200 دينار، وهي شامل من 6 ل 9 شهور، يعني اسعار جدا في متناول يد الشعب. الايفنت الخاص فينا اليوم هو ايفنت يتعلق باللغه الالمانيه. بالفترة الأخيرة زي ما بتعرف كل إشي صار مرتبط بالسوشيال ميديا، لذلك كان البحث بالفترة الأخيرة عن منهاج جديد للغة الألمانية بحيث أنه يتواكب مع السوشيال ميديا، والحمد لله كان اختيارنا موفق باختيار منهاج يسمى نتفاك نوي، هو من إنتاج شركة ألمانية عريقة، دار نشر عريقة تسمى كليت. وكان طبعا هذا الإيفنت بحضور السيدة جينيفر سفندن من شركة كليت المؤلفة لهذا الكتاب.